ماذا يعني أن تكوني امرأة في فلسطين في ظل الظروف الصعبة القاهرة التي يعيشنها النسوة الفلسطينيات بين الاعتقال والاستشهاد والإبادة الجمعية؟ ففي الوقت الذي تحتفل فيه النساء بيومهن العالمي، هنا تقف نساء فلسطين مطالبات بالحرية من الاحتلال ووقف الحرب، ومنهن من طالبن بمعرفة مصير أبنائهن. أنا إلي ما شفت ابني من شهر 7، يعني بك خالص تسريحي، ومن يوم الحرب لليوم نعرفش عنه ولا أي إشي، ولا محامي بزوره، ولا بنعرف عنه أي إشي. إحنا كإميات فلسطينيات ضحينا بالغالي والرخيص في هالوطن، ضحينا بأولادنا، هو أغلى إشي ما بنملكه. ضحينا أولادنا، راحوا شهداء، أولادنا راحوا أسرى، راحوا جرحى. وهنا أم ثكلى قتل أولادها برصاص الاحتلال. يجوا في بالي أم بكو خاشين طالعين علي إيديهم ملينات، يما يا حبيبتي يا عيني يا روحي، يدللوني إن مرضت يكونون على الدكتور، إن احتاجت إشي يما شو عايزة، يما شو بدك، يما إحنا أولادك اللي بدك يما كلينا عنا. الحمد لله رب العالمين. طبعا شعور الأم يا خالتي بيختلف عن شعور أي واحدة مخلوقة في الدنيا. أوقات عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في هذا الوقت، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فيما يطالب شعار هذا العام بالاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم في الأمم المتحدة. وغاب عن أذهانهم أبسط مقومات الحياتية كحماية المرأة من القتل والجوع والتشريد والاعتقال في القطاع والضفة. المرأة الفلسطينية الآن عرضة لكل انتهاكات التي يمكن أن يتخيلها الإنسان أو لا يتخيلها، مثلما كل شعبها عرضة لكل الانتهاكات. اعتقل الاحتلال خلال عام 2023 300 امرأة من الضفة، أما من القطاع فهن في مواجهة دائمة مع الإخفاء القسري. ولوات ارتقينا برصاص الاحتلال 4 مواطنات من إجمالي 423 بعد 7 أكتوبر، وهذا هو حال نساء فلسطين. من رام الله للقاهرة الإخبارية ولاء السلمين.